بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. أقول لكم الأسعار النهاردة السبت إن شاء الله تعالى، البط مسرق ومولر ومسكوك وعمر يوم عامل 18 جنيه، مسرق ومولر ومسكوك وعمر يوم 18 جنيه، ماشي، ومسرق ومولر ومسكوف عمر اهو عمر ايه عمر ايه 10 ايام عامل 22 جنيه، والفراخ ساسو بكام؟ ب9 جنيه، الساسو ب9 جنيه، ساسو ب9 جنيه، والابيض فرد ديوك بكام؟ ب10.5، وقبل ما تحط القفص ده عشان ما تتلخبطش في الديوك تاني، الابيض فرد الديوك ب10.5، والابيض ب8.9، اللي هو ابيض ديوك في براب، ديوك في براب بكام؟ ب8.9، والبلدي ب7 جنيه، بلدي وفيومي ب7 جنيه. يبقى الساسو ب9، أو مشرق ومولر ومسكوك عمر يوم، وفي عمر 10 أيام، عمر 10 أيام، بلد وفيوم وساسو وبطو بيور، بطو بيور عامل 17 جنيه، بطة بتيجي في شهرين بتجيب 4 كيلو، وبطو بلدي فرنساوي ب13.5 جنيه، 13.5، ده البيورة، ده البيور، أمال ده إيه؟ تبع بعض بالظبط، ده البيور. طب خلي بالك ده الطف بقى، وده البيورة، يبقى البيور ب17، ده تطبيق السعرين غالية عشان إيه؟ إن هي اللي لسه هتلحق رمضان يعني، والفرنساوي ب13.5. مسرق ومولر، في هنا مسرق ومولر عمر 10 ايام، ومسكوك ومسكوك لو نصور جوا عشان البرد بره، ما احناش عارفين نصور بره، عليه الصلاة والسلام. يلا شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.